232 في تنسيل مات بريميير لي كولاج. اذا قالوا لينا 80 18 اون كونسيديري لي دو سيلندر دروا سي 1 ان سي 2. اذا عندنا سي 1 هو هذا والسي 2 هو هذا. كومبليتي لو طابلو، اذا خاصنا نكملوا الطابلو ديالنا. عطاونا لي سيلندر لا هوتور ديالهم وعطاونا لي غايون. دابا مطلوب منا نحسبوا لي توتال ديالهم والفوليوم. اذا كما كنا قبيله عندنا بالنسبه للسي 1 غادي نحسبوا لير توتال. باش نحسب لير توتال خاصني نحسب لير لاتيرال. اذا لير توتال تتساوي لير توتال ا، شنو تتساوي؟ هي ال ا هي لير لاتيرال زائد جوج ياش من لير دو باس. هذه هي القاعده اللي خاصني نطبق. صافي. اذا شنو هي لير لاتيرال؟ قلنا حسبناها، قلنا هو المحيط بما انها دائره. اذا المحيط هو دي مضروب في بي ا زائد جوج، والقاعده ديال المساحه ديال القاعده هي ار او كاري مضروبه في ار او كاري مضروبه في بي. صافي. اذا هادشي اللي خاصنا نحسبو. فوالا. دابا عندنا دي هي جوج ار تتساوي هي جوج ار بي زائد جوج ار او كاري بي. دابا نديرو التطبيق عددي، تتساوي لينا هي جوج مضروبة في ار اللي عطاوها لينا، قالوا لينا هنا الشعاع ديالها هذا الارتفاع وهذا الشعاع. اذا الشعاع هو ثلاثة، اذا جوج مضروبة في ثلاثة مضروبة في 3.14 اللي هي بي زائد جوج مضروبة في ثلاثة او كاري مضروبة في 3.14. إذن هذه هي ستة مضروبة في 3.14 زائد 18 مضروبة في 3.14 هنايا 14. جيبوا ماكينة ديال الحساب باش نحسبو أتي توتال الأولى شحال غنلقاو فيها. الماكينة ديال الحساب ديالنا قلنا هي 3 مضروبة فين هي 3؟ 3 مضروبة عفوا 6 مضروبة في 3.14 زائد 18 مضروبة في 3.14 كتساوي ضربونا. إذن عندنا 75.36. اخ هي 75.36 سنتيمتر مربع. نكتبوها هنايا 75.36 سنتيمتر مربع. دابا غادي نحسبو الحجم ديالو. اذا الحجم شنو تيساوي؟ هو المساحة، الحجم مساحة ديال القاعدة مضروب في الارتفاع. اذا هو الحجم ديالنا. فوالا. غنجي لهنايا غنديرو بأن الفي أ تتساوي لاغ دو باز ديالو مضروبة في الارتفاع. إذا لاغ دو باز عندنا هي عبارة أغ أو كاري بي مضروبة في الارتفاع ديالنا اللي هو 3، لا الارتفاع اللي هو 4 اللي هو أو 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 بريم. إذا تطبيق عددي، أغ هي 3.2 مضروبة في 3.14 مضروبة في 4. إذن في واحد تساوي، نجيبو ماكينة حساب ياخا، قلنا سيدي هي 3.2 مضروبة في 3.14 مضروبة في 4 كتساوي لينا، نضربو الإس تي 113.04. إذن 113.04 سنتيمتر كوب. غادي نكتبو هنا 113.04 سنتيمتر كوب. دابا غادي ندوز نحسب الشيء الآخر. إذا نحسب الشكل الثاني. فوالا. كيما درت في الأول غادي نعاود نفس الخدمة اللي خدمت. إذا لير توتال نفس الخدمة. إذا أ توتال دو
تتساوي هي ال زائد جوج من ا دو باس كتساوي ال قلنا هي المحيط اللي تعطينا نكتبوها ديريكت حنايا هي 4 مضروبة في 3.14 اللي هي مساحة جانبية نزيدو عليها جوج مضروبة مساحة هي في ار او كاري بي بي غادي نكتبها هي 3.14 و ا غادي نكتبها هي ا هنا عندنا هي جوج اس 2 مضروبة في 3.14 صافي. دابا غادي نجيب الماكينة ديال الحساب وغادي نحسبو هادشي داك كامل ونخرجو الخارج ديالنا. اذا قلنا عندنا سيدي 4 مضروبة في 3.14 زائد جوج مضروبة جوج أس 2 مضروبة في 3.14 إذا كتساوي كل شيء نديرو إس تي 37.68 إذا أ توتال تتساوي 37.68 سنتيمتر مربع. إذا هنايا 37.68 سنتيمتر مربع. دابا غادي نجيو غادي نحسبو الحجم ديالنا فوالا. إذا الحجم المساحة ديال القاعدة مضروبة في الارتفاع إذا في تساوي قلنا لاغ دو باز مساحة ديال القاعدة مضروبة في الارتفاع. مساحة القاعدة عندنا هي اغ او كاري بي مضروبة في الارتفاع اللي هو اي اي بريم. تطبيق عددي جوج اس 2 مضروبة في 3.14 مضروبة في 9 اذا في تساوي غادي نجيبو الماكينة واخا قالوا لينا سيدي هي جوج اس 2 مضروبة في 3.14 مضروبة في 9 تتساوي اس دي 113 اذا خرج لنا نفس الحجم. اذا هي في هي 113.04 كوب تر 113.04 سنتيمتر كوب. اذا شنو كتستنتجو كو بوتون دير؟ اذا تنستنتجو ان لي دو سيلندر نكتبو هنا اون بو دير كو لي دو سيلندر مالهم زون ميم فوليوم اذا عندهم نفس الفوليوم. ندوز ليكزيرسيس سويو. اذا ليكزيرسيس 19 اون كونسيديري لو بريزم دغوا سي دوسو. اذا التشكيل هذا هو بريزم دغوا. اذا اول كيسيون كي سون لي سومي؟ اذا قلنا لي سومي هنايا هما الرؤوس. اذا هادو هما لي سومي هما الرؤوس ديال هاد البريزم دروا هاد ديال المشور هادو هما الرؤوس. اذا نقول لي زا لي سوم سون دو بوين غادي نكتبو ا نقطه فاصله بي سي دي اي اف هادو هما لي سومي هما الرؤوس. دابا غادي نجيو لي قالوا لينا لي فاس. اذا لي فاس سون اذا شكون هما لي فاس؟ هما الاوجه. اذا ما حددولناش واش الاوجه الخلفيه ولا الاماميه ولا لي باز ولا الاوجه غادي نكتبوهم هما المثلث. عندنا مثلث هنا مثلث لتحت ومربعات. اذا عندنا ا بي سي عندنا دي او اف وعندنا ا دي اف سي وعندنا ا بي الاو الاو دي وعندنا اخر واحد اللي هو البي سي اف او. اذا هادو كلهم دي فاس.
دابا غادي نمشي لي زاري، غادي نجي نكتب لي اري. اذا لي زاري سون، شكون هما هاد لي زاري؟ قلنا هما اللي تيربطونا مع الرؤوس اللي هما هادو، هادو هما لي زاري. صافي، اذا لي زاري عندنا ا سي نقطه فاصله، عندنا ا دي، عندنا دي اف، عندنا سي اف، عندنا الدي او، عندنا ال ا بي، وعندنا البي او، عندنا البي سي، وعندنا الاف او. اذا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود. إذن هادو اللي كاينين. أجوبة، ندوز السؤال الثاني. إذن قالوا لنا كيل سون لي فاس لاتيرال اي لي باز. حنايا لي باز هما هاد المثلثات الزرقين، إذن غنجي غنقول لي باز هما المثلثات الزرقين سون، دي جوج نقطات، ونقول هما ال ا بي سي اي دي اف او. هادو هما لي باس. اما لي زاغي هما شي لاخر، لي فاس لاتيرال تاع لي فاس لاتيرال سون هما الموديل لي لي فاس لخرين. حنا ذكرناهم في الاول كاملين. اذا عندنا هما ال ا دي اف سي نقطة فاصلة، ال ا بي ال او دي هو الفاس الثاني، اي الفاس الاخير اللي هو البي سي اف او. وار، اذا قالوا لنا تراسي لو باترون ان باترون دو سو بريزم دروا افيك لو كوداج كوريسبون. واخا كنجي لهنايا عندي لو كوداج كوريسبون، يعني هاد القطعه هادي تتساوي هاد القطعه، وهاد القطعه كتساوي هاد القطعه، وهاد القطعة كتساوي هاد القطعة، وهادي اللي هنايا تتساوي هادي. فوالا، إذن باش غادي نرسمو غادي نبدا بهاد المستطيل هو الأول. المستطيل ديالي داير بحال هكا. إذن قلنا عندنا هاد القطعة داير بحال هكا، إذن هادي هي خمسة سنتيمتر، وهادي كروة الجناب. فوالا، هاد خمسة سنتيمتر عندنا ثلاثة، هاهي ثلاثة فربعة. إذن هنايا شريطة وحدة يعني ربعة سنتيمتر، وهنا جوج شريطات يعني ثلاثة سنتيمتر. يعني في جهة أخرى تاهنا غتكون ثلاثة سنتيمتر جوج شريطات، وهنا غادي تكون ربعة سنتيمتر يعني شريطة وحدة. غادي يبقى ليا هاد لي فاس هادو ديال ثلاثة، غادي نعاود نجيبوهم من هنايا. إذن ثلاثة ثلاثة، صافي. إذن عندنا واحد، جوج، قاعدتين، هادو نشرناهم نشرناهم، وغادي يبقى هداك الشكل نازل. صرنا هنا ثلاثة، ها غادي يكون هنا ثلاثة، وهنا ثلاثة، وهنا غادي يكون أربعة أربعة. إذن هدا هو لو باترون ديالنا. هنا أربعة، هنا أربعة، هنا هنا أربعة سنتيم، وهنا أربعة سنتيم. مزيان، تري بيان. إذا السؤال الموالي، كالكولي لو بيغيمتر دو لير دو باز. إذا لو لا باز ديالنا البيغيمتر ديالها، بما أن لا باز عبارة عن تخيونجل، دونك هنايا نقولو لا باز إي أن تخيونجل، ألوغ لا لير البيغيمتر تساوي مجموع ديال الأضلاع اللي هو بيغيمتر إليغ. إذن بيغيمتر هو الأسي زائد البي سي زائد الأ بي، تساوي الأسي هو خمسة أربعة سنتيمتر زائد خمسة زائد ثلاثة، إذن هي تمنية اثناش، اثناش سنتيمتر. إذن حنا لقينا بأن البيغيمتر ديالنا
تساوي 12 سنتيمتر. دابا غادي نحسبو لغ دو باس. بما انه الابي سي دي ريكتانجل ان تريانجل نزيدو هنايا ريكتانجل اون ا، اذا هنايا غادي ديريكت نحسبو ال او لا لغ دو باس كتساوي لينا القاعدة الارتفاع قسمة على اثنان. اذا القاعدة هنايا هي الاسي مضروبة في الابي مقسوم على اثنان، هي تتساوي اربعة مضروبة في ثلاثة مقسوم على جوج اللي كتعطيني ستة سنتيمتر مربع. اذا لقينا المساحة ديال لاباز تتساوي ستة سنتيمتر مربع. خصنا نقيد انا هادو هنايا ليغ دو باز حيت غادي نحتاجهم واقيلا في السؤال اللي من موراه، ستة سنتيمتر مربع. والبيغيمتر دو باز تساوي لينا 12 سنتيمتر. ونمسحو هاد الدنيا هادي. اذا مطلوب مني انني نحسب المساحة الجانبية ديال هاد الشكل. فوالا، اذا تنعرف بان المساحة الجانبية اللي هي ال تتساوي ليا البيغيمتر دو باز مضروب في الارتفاع. البيغيمتر ديجا حسبناه، الارتفاع عندنا هو الادي او لا هو الاف سي او لا هو البي سي. يعني عندنا واحد شكل واحد ادي، المعطيات ديالو ما عطاهم ليناش، ما عطاوناش شي ادي. ممكن شي كوداش يقول لي بان راه اذا ما عطاوناش المسافه. ملي غادي نجيبو هيك ما كاينه في التمرين، ما عنديش قياس ديال الارتفاع، ما عندي لا كود لا حتى شي حاجه اللي تبين ليا قياس ديال هاد القطعه هادي. ضروري خاصني نكون كنعرفها، ولكن حنا غادي نديروها 5 سنتيمتر. هما ما عطاوها ليناش، اذا نديروها 5 سنتيمتر. اذا ال تتساوي البيغيمتر دو باز اللي هو 6 اللي هو 12 مضروب في 5 اللي تتساوي 60 سنتيمتر مربع. اذا ديك 5 حنا غير عطيناها وما اصلا ما كايناش في التمرين. مزيان، اذا دابا هنايا غنمشي للسؤال اللي موراه. اذا السؤال ديالي هو انني نحسب الحجم ديالو بالليتر. واخا، اذا باش نحسب الحجم ديالو انا تنعرف بانه هو بريزم، يعني الفي ديالو تساوي لينا ليغ ديال لاباز مساحه ديال القاعده مضروبه في الارتفاع. قلت لك الارتفاع ما عطاوش، حنا عطيناه 5. في هذه الحاله هذه ليغ دو باز لقيناها هي 6 سنتيمتر، غادي نضربوها مربع، غادي نضربوها قلنا في 5 كتعطيني 30 سنتيمتر كوب. اذا في لقيتها تساوي 30 سنتيمتر كوب، ولكن هما بغاوها بالمتر، بغاوها بالليتر. فوالا، حنايا تنعرفوا بان واحد ديسيليتر كوب تساوي واحد ليتر. الوغ هنا واحد ليتر هي هذيك. اذا هنا غادي نحولوها 30 سنتيمتر كوب تتساوي 0.030 ديسيمتر كوب، يعني تتساوي 0.030 لتر. اذا هادشي تيقلبوا عليه حنا لقينا. اذا انت اللي هنا تتسلى الحلقه ديالي، تنضرب لك موعد في حلقه اخرى ان شاء الله. ما تنساش انك تبارطاجي فيديو مع الاصدقاء ديالك، وما تنساش بان هاد القيمه ديال الارتفاع راه خديناها من عندنا لانه ما عطاوناش في التمرين. كان معك بروف هشام. اذا ما تنساش نديرو السنياتور ديالنا. يلا خليتك على خير.